قناة نوميديا، مرحبا بكم. رانا متواجدين في المركز التقني لتحضير المنتخبات بسيدي موسى لمحاورة السيدة راضية فرتول مدربة الفريق الأول لكرة القدم النسائي. مرحبا بك راضية. مرحبا بك الأخت، ونشكركم على هذه التغطية وهذه الاستضافة. شكرا لك. إذا راضية، باش يتعرف عليك الجمهور، من هي راضية فرتول؟ راضية فرتول هي امرأة جزائرية طموحة من سن يعني الصغر، امرأة رياضية من سن 11-10 سنين، وبديت يعني التعليم تاعي بكل طموح، وكان عندي حلم كبير اني ان شاء الله في المستقبل نكون مدربة في الرياضة. وبعد البكالوريا يعني رحت يعني المعهد الوطني العالي، وين قمت يعني بالتكوين في الرياضة وتحصلت على الشهادات. ومن بعدها طبعا في نفس الوقت كان لي يعني مشوار رياضي كلاعبة. نعم، قبل المشوار الرياضي، لماذا كرة القدم وليست رياضة أخرى؟ بكل بساطة لأني عندي 8 إخوة في الدار في المنزل، وكنت دائما يعني تتيح لي الفرصة ونلعب معهم يعني في الحي مع الإخوة، إخوتي يعني المشكورين، ذكور كلهم ذكور الله يبارك. هذا الشيء اللي خلاني، هما كامل عائلة رياضية يلعبوا، كان نصهم رياضة كرة القدم، وكاين ثلاثة وأربعة يلعبوا كرة السلة. دونك يعني بديت الرياضة تاعي في المحيط العائلي، عائلة رياضية بحتة. نعم، فيما يخص مشوارك الرياضي، ما هي المحطات اللي تجسدي عليها كلها؟ والله بديت كرة القدم، بديت في سكيكدا لمدة موسم، روسيكادا النادي، كذلك في بحكم راني من الشرق من قسنطينة، بديت كذلك موسم في اتحاد الشوية أم بواقي. ومن بعد كانت لي يعني فكرة وين نأسس أول فريق نسوي في قسنطينة في سنة 1998. هذا الفريق كان في نادي للذكور، هو مشعل بودرع صالح، هو حي شعبي بقسنطينة، وين يعني أسست أول فريق. وكنت في نفس الوقت يعني لاعبة في الفريق لمدة، في نفس الفريق لمدة سنة وسنتين، وفي نفس الوقت لاعبة دولية من أول منتخب وطني اللي كان في سنة 1997. هل تلقيتي صعوبات في اختيار هذه الرياضة؟ نعم، الاختيار هو كان ميول، يعني كان عندي يعني رغبة كبيرة، لأنه عندي العائلة تقبلتها، ولكن المحيط كان في الفترة الأولى شوية كانت صعيبة من ناحية الذهنيات، خاصة في العشرية السوداء، وين كرة قدم النسوية بدأت في فترة صعيبة بالجزائر في سنة 97. كنا يعني نخافوا في الجيل الأول، كنا يعني نخافوا لا نذكروا هذا الاسم كرة القدم النسوية، ولكن نظن بكل تحدي يعني احنا الأوائل أو اللاعبات المنتخب اللي كانوا في 97 يعني قاموا بدور كبير حتى وصلنا لهذا المستوى اللي رانا له اليوم. بقنعنا يعني ماشي سهله باه تقنع المحيط والعائله وكل المجتمع. كذلك حاليا عدوا عده نوادي، ماشي في الاول المطاف كان الا 4-5 نوادي يعني معروفين، حاليا كان اكثر من 55 نادي، وخاصه في الجنوب، يعني من قبل ما نقولوا الجنوب يعني منطقه محافظه، حاليا يوجد 10 فرق يعني نسويه بالجنوب، منهم
بسكرة ورقلة توغورت أربع فرق، هذا يعني دليل على يعني تطور الكرة النسوية يعني، ولكن تدريجيا يعني مازال ما وصلناش الأهداف المسطرة. كيف توليتي لشغف على المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم؟ فيما يخص المنتخب النسوي الوطني، هو قبل كل شيء كنت في العارضة النسوية في سنة 2007 مع السيد الشيخ حسدين كمساعدة، كمدربة وطنية مساعدة الفريق الوطني النسوي أقل من 17 سنة وأقل من 23 سنة. كانت يعني عندي خبرة متواضعة يعني، ما ولكن الشيء اللي ساعدني أكثر هو الميدان، اللي ما يعني ما حبستش خلاص يعني من التدريب من سنة 2000 وعلى الأقل من سنة 2005-2006، وبعد حصولي على الشهادة وين أسست فريق معروف يعني على البطولة الوطنية فتيات الوئام قسنطينة في سنة 2004. من سنة 2004 إلى يومنا يعني ما ولا يوم يعني حبست يعني التدريب. ما هو الفرق بين لما كنت لاعبة والآن مدربة؟ والله كاين فرق في المسؤولية يعني في المسؤولية في اليوميات تاع اللاعبة، ماشي كيما يوميات تاع المدربة. يعني لو كوتيديان تاع لا جواز هي عندها أهدافها فرديا وجماعيا مع الفريق نتاعها والفريق الوطني، كاين كيعود عند لاعبة عندها طموح انها توصل لأهدافها مع فريقها، ولكن مع كمدربة مسؤولية كبيرة، لأنه لازم تكون عندك يعني الإمكانيات باه تقدر يعني تسيري مجموعة من البنات، يعني تسير مجموعة من البنات هذا شيء موش سهل، لأن في مجموعة يكون على الأقل 20 أو 25 لاعبة، يعني 25 عقلية 25 ذهنية، إذن تسير الفرد شيء مش سهل. وكذلك لازم يكون الإنسان عنده يعني المدربة كمدربة إمكانيات اللي تخليك يعني توصلي طموحاتك وأهدافك. كيف تشوفي مستوى البطولة النسوية لكرة القدم في الجزائر؟ البطولة المحلية هي البطولة يعني الوطنية، ما نقدروش نقولوا باللي بطولة قوية، ما نكذبوش على بعضنا يعني قوي، وهي بطولة متوسطة، لكن الشيء اللي يفرح أكثر ويشرفوا على كل يعني كل موسم نلاحظوا باللي كاين يعني تحسن، لأنه في الماضي القريب والبعيد كان البطولة تترأسها يعني فريق أو فريقين. من قبل كانت فريق الجزائر الوسطى لمدة 10 سنين، ولكن من بعد من 2008-2009 جاء فريق غليزان لمدة كذلك 8-9 سنوات، لكن حاليا في هذه الأربع سنوات الأخيرة ولا ثلاث سنوات لاحظنا يعني كاين على الأقل ربعة أو خمسة الأوائل، يعني كانت المستوى ما كانش يعني فرق كبير، يعني كاين توازن ومستوى يعني في يعني تقارب. وكذلك الشيء اللي لاحظناه انه قاعد عندنا بطولات جهويه للاقل من 17 سنه والاقل من 20 سنه، هذا الشيء يعني يبشر بالخير في المستقبل ان شاء الله، باه يكونوا عندنا يعني منتخبات وطنيه عند الاصناف الصغرى اقل من 17 اقل من 20 سنه، باه يكون ما نقولوش هذا الموسم او القادم، ولكن نقولوا ان شاء الله بعد اربع او خمس سنوات راح يكون عندنا يعني فرق او منتخبات وطنيه عند الصغرى عند يعني الاصناف الصغرى وكذلك عند الفريق الكبريات، ان شاء الله راح يمثلوا يعني الجزائر احسن تمثيل. المستوى متماطل في التحسن، هو لعده عوامل، منها نهضروها بكل صراحه وكمسؤوله على هذه الكره النسويه، لانه اللاعبات ما عندهمش تكوين يعني في المستوى، يعني مام حتى المؤطرين لازم يكون عندهم يعني هنا شكون نلومه؟ لا من نلومه لا اللاعبه ولا حتى المؤطرين، لا من نلوموش الاداره المؤطرين، ولكن لماذا؟ لانه الفيدراليه عندها رد فعل، يعني دارت سياسة واضحة في التكوين من أجل تكوين يعني لاعبة الغد، كذلك من أجل تكوين مؤطرين تقنيين مربيين، وكذلك من أجل يعني يكون عندهم مستوى، راح يكون عندهم محتوى خاص، يعني أفكار جديدة، وحتى حيكون عندهم محتوى يعني برامج تدريب خاص بالأصناف كل صنف نسوي، يعني حتى أنه ملف كبير اللي راهو بعد نهائيات كأس أفريقيا إن شاء الله راحين يعني نبدأ به إن شاء الله في الميدان، وهو خلق يعني
مدارس كرويه نسويه من سن 6 و 11 سنه في كل النوادي يعني الحاليه اللي موجوده حاليا. هذا الشيء راح يبشر بالخير لانه راح يكون عندنا عمل قاعدي، عمل يعني ذو منهجيه يعني مدروسه، نقدر نقولوا منا على 6 سنوات 5 سنوات راح يكون عندنا يعني جيل جديد في كرة القدم النسوية متكون من كل الجوانب. هل فيه فرق ما بين اللاعبات اللي ينشطوا في الدوريات الأجنبية وبين اللاعبات المحليات؟ هو الفرق يكمن في عدة نقاط. على كل حال اللاعبات المحليات يعني يقوموا بعدة مجهودات، بمجهودات كبيرة جبارة، ولكن هذا الشيء ما يكفيش. لماذا؟ لأنه اللاعبات اللي ينشطوا في الخارج كان عندهم تكوين قاعدي يعني مدروس، يعني بداوا من سن 5 6 سنوات في المراكز التكوينيه وكانوا يلعبوا يعني ميكس مختلطين مع الذكور. هذا الشيء اللي راح يكسبهم اكثر من الجانب البدني وحتى التقني، حتى السن 13 14 سنه به اللاعبات يروحوا يعني في الصنف الا البنات. هذه من جهه. من جهه اخرى البطولات، البطوله الوطنيه المحليه والبطوله مثلا البطوله الوطنيه في فرنسا وفي كندا، خاصه في فرنسا يوجد عده. جبتوا عندكم 4 لاعبات يعني في من قبل. نعم. جبتوا 3 في حاليا التدريبات الاخيرتين. هي كان لازم يعني نرنفورسيو يعني نزيدوا لاعبات من الخارج. لماذا؟ لانه قبل كل شيء 4 لاعبات بداوا معنا تصفيات كاس افريقيا اللي هما بلازار مريم، كذلك سيدهم اسيا شبال ايمان وبالقاسم ليديا. هادو بداوا معنا لعبوا كل المقابلات تصفيات 4 مقابلات ولعبهم كل يعني بكل جديه. لكن بعد تحضيرنا اللي رانا فيه في المرحله التحضيريه دائما في اخر مرحله تحضيريه، وان كان بعد الاصابه نتاسوا على اصابه بوهني، هذا هو الشيء اللي خلانا يعني نزيدوا يعني رونفورسيو يعني نزيدوا كيفاش نقولوا رونفورسيو يعني الفريق في مناصب خاصه في الخط الامامي في الهجوم بعد اصابه بوهني. هذا الشيء اللي يعني كما نقولوا احنا خلطنا شويه الحسابات تاعنا من ناحيه المجموعه نفسيا، وكذلك احنا كتقنيا كطاقم فني اللي رانا يعني نحاولوا نلقاو الحلول يعني بسرعه. رضيا، كونك ترأستي العارضه الفنيه شهرين قبل المنافسه الافريقيه، هل تشوفيه انه تعتبرين مهمه خلافه شيخ على راس العارضه الفنيه شيء صعب للغايه او سهل؟ هي قبل كل شيء الانسان بيكون في على يعني العارضه يعني في العارضه التقنيه قبل شهرين من نهائيات كاس افريقيا ماشي لازم نكون على خلاف مسيو الشيخ. المهمه جد صعبه. لماذا؟ لانه ما يخفاكمش باللي المكتب الفيدرالي خذ القرار في شهر في 30 من شهر اوت، وانا بديت اول سبتمبر يعني في التحضير البدني اول تربص في كان في تكجدة. هاد الشيء يعني من كي درت حوصله كونستا ان بيلون من فيما يخص يعني المستوى تاع الفريق البدني بعد راحه دامت اكثر من شهرين ونص، يعني 3 اشهر راحه بعد لعب اخر مقابله كانت في 10 جوان. يعني تقدري تكون عندك صوره على المستوى تاع الفريق كيفاش كان بعد 3 اشهر راحه. كان يعني عامل كبير، مهمه صعبه، وين لقينا 3 اشهر راحه، كذلك 7 لاعبات يعني مولفين يعني تيتولار عندهم سيغ بوا يعني زايدين في الوزن. لقينا البطوله مازال ما بداتش في اول سبتمبر حتى 28 سبتمبر والبطوله كي بدات عده صعوبات، ولكن انا كيعطوني يعني وايضا نعيمه بوهني اللي راهي مصابه يعني زيد على ذلك الصعوبه الكبيره بعد اصابه احسن لاعبه. وهل هذا راح ياثر على مردود المنتخب او يعني اداؤه؟ هو الحال يعني الحق في المقابله الوديتين عفوا اللي درتهم في المغرب، قمنا بتربص تنافسي في المغرب، لعبنا مقابلتين تحضيريتين. الاولى كانت في
في لعبه يعني بوهني، وكانت والهدف اللي هي اللي كانت هي اللي عملت يعني خدمته، وهي اللي مدته لسيدهم. بعد اصابتها في الشوط الثاني لاحظنا يعني اللاعبات من الناحيه النفسيه يعني كانوا متاثرين، وكذلك نحن يعني كطاقم فني، لكن ما كناش يعني حاطين درجه الصعوبه يعني. لكن بعد الفحوصات الطبيه وال يعني العمل الكبير اللي قاموا به الطاقم الطبي، القرار يعني خرج باللي اللاعبه راح تعمل عمليه غد ان شاء الله، ان شاء الله، ونتمنوا لها كل الشفاء والعوده بسريعه الى الميادين. هذا الشيء زادنا صعوبه، لهذا قررنا باه نزيدوا نجيبوا يعني لاعبات من الخارج اللي يقدروا يمدوا يعني لو بلوس الزياده للفريق ان شاء الله، في خاصه في الخط الامامي في الهجوم. ما كتقولي خلفوها هاد اللاعبات يعني ما راحش تكون فيه صعوبه كبيره في غابت؟ لا، هي يخلفوها ما نقدرش ناكد باللي رايحين، باسكو بوهني عندها يعني وزن كبير، لانه حتى الخطه تقدري تقولي معموله بارابور يعني المستوى تاعها والمردود تاعها اللي تقدمه كل مقابله. حتى دوك حاليا لازم نحن كطاقم فني رانا كما قلت لك نفكروا في حلول في التنشيط الهجومي، في التنشيط الهجومي، لانه بوهني معروفه بالحركه تاعها في الميادين، يعني دائما يعني تقوم بتلعب يعني وهي يعني افيك دي موفمون يعني شاك فوا افيك دي زابيل دو بال، تقلق الدفاع تاع كانت احسن لعيبه على الاقل في 2008، وكان يعني عندها وزن كبير. حاليا رانا نقوموا يعني بتحاليل ونقوموا يعني ب نحاولوا نلقاو الحلول ان شاء الله، خاصه في التنشيط الهجومي. والحمد لله يعني اللاعبات اللي اتصلنا بهم، ومنهم اللي في الهجوم اللي هي بوطالب ايناس، وكذلك في الوسط ميدان الهجومي اللاعبه لينا خليفي، يعني هما من تكوين فريق ليون معروف، كان في المركز التكويني، وحاليا يلعبوا ينشطوا في فريق اومبيلي هذا العام. كونك كنت ديجا تبعتي ليكيب قبل ما تترأسيها، كنت عضو ثاني في الفيدرالية، كيف تشوفي مشوار التصفيات؟ نظن المستوى نعم، هي نزيدو نفكركم باللي في الدور الأول والثاني الفريق الوطني منتخبنا الوطني النسوي لعب في الدور الأول ضد السنغال، والدور الثاني ومن بعد تأهلنا إلى الدور الثاني لعبنا ضد إثيوبيا. نظن المشوار يعني كان جد 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 إيجابي. لماذا؟ لأنه الفريق المنتخب الوطني ما لعب ولا مقابلة تحضيرية ولا مقابلة ودية قبل التصفيات، وهذا شيء كان تحدي كبير، وكان لاعبات يعني عندهم لاحظنا كانت عندهم أكثر شخصية ونضج يعني مقارنة بالتصفيات 2016 و2014. هذا الشيء نظن أنا العلامة نقول الكاملة للفريق للاعبات على المجهودات والشجاعة والإرادة اللي كانت يعني يتقمصوها. هل أنتم على استعداد لكأس أمم إفريقيا اللي راح نشوفوه في غانا في 17 من نوفمبر الحالي؟ هي التحضير يعني بكل صراحة ما كانش كافي بكل بساطة. أنا لو كانت لي يعني كنت على رأس العارضة من شهر أواخر جوان وجويليا، كان من المفروض الفريق يبدأ التحضيرات من أول يوم من شهر جويليا. جويليا وأوت يكون تحضير بدني، ومن بعد ندخلوا في المرحلة ما بقى. ما نظن هذه سؤال نطرحوها على السيد ولا على العارضه اللي كانت من قبل، لكن احنا نحاولوا يعني بكل لا ماشي على السيد زيد عز الدين شيح، هو ثاني كان عنده ظروف لانه كان لازم عليه يروح، لانه هو جاته اختيارات وجاته يعني نوفخ من منتخب وطني اخر، وحب يعني يكمل معنا النهائيات، ولكن الفيدراليه تاع الاردن الاتحاد الاردني في اخر دقيقه ما عطاوهش يعني ما قبلولوش، ولهذا ما هو كان يعني في مرحله ما كانش عنده وقت باه
ياخذ يعني قرار سليم. ما هو هدفكم يعني في كأس أمم إفريقيا؟ هل المشاركة فقط ولا يعني فيها؟ لا كان مشاركة فقط. نظن أنا واحدة من الناس ما نقبلش هاد المسؤولية وهاد التضحيات اللي رانا فيهم، لكن راح نروحوا للمشاركه. جو بريفير علاش نوفروا هذوك الامكانيات الماديه للاصناف الصغرى. نظن الهدف تاعنا نقول لك يعني بكل صراحه هو تسيير مقابله ولعب كل حدودنا ان شاء الله، كل حدودنا يعني راح نلعبوها بكل شجاعه بكل عزيمه ان شاء الله. لما لا، لاول مره مدى بينا ان شاء الله نتأهلوا على الأقل دور ثاني، ومن بعد تكون لنا كلمة أخرى. ما نقدروش يعني نسبقوا الأحداث، خاصة أنه في 4 نهائيات من قبل ولا مرة يعني الفريق الوطني قدر يعني يوصل الدور ثاني. إحنا ما رايحين نلعب كل حدودنا إن شاء الله بكل عزيمة، والتوفيق من عند الله إن شاء الله. إذا على ذكر الحظوظ، يعني القرعة أوقعتكم في مجموعة الموت. مجموعة الموت نقدروا نقولوا يعني مجموعة الموت. مجموعة البلد المنظم غانا يكون يعني وصيف، وكذلك الكاميرون اللي هو وصيف البطل نيجيريا في الدور الماضية في 2016 و 2014 ومالي كذلك. إذا غانا كما قلتي لله الحضور يعني قدام مجموعة كهذه. والله لازم علينا نقوموا بعمل كبير من الناحية النفسية ومن ناحية كذلك تكتيكية، لازم نكونوا يعني منظمين في الملعب ونكونوا من الناحيه النفسيه الفريق المجموعه لازم تكون متماسكه وتكون يعني عندها ثقه ويمنوا بالحظوظ. ومن الناحيه الخططيه يعني التكتيكيه لازم يعني نعملوا كثير باه نكونوا يعني في المستوى، وما نخليوش يعني المنافسين يستغلوا المساحات ولا، ولكن المهمه ماهيش سهله، جد جد صعبه، ولكن ماهيش مستحيله. هل فيه يعني لباس نسوي خاص لهذه المنافسه لكاس امم افريقيا؟ هي بصراحه يعني الفيدراليه قامت يعني حطت كل الامكانيات ومدت يعني كل الامكانيات للمنتخب الف للنساء. فيما يخص الالبسه، الاتحاد الوطني الاتحاد الجزائري يعني قام كيفاش نقولوا يعني لا فين كوموند الالبسه اكثر من 8 اشهر للفرق النسويه 3 الف اقل من 20 سنه واقل من 17 سنه. للاسف يعني لاريفاج الالبسه راح تكون حتى في يوم 15 من شهر نوفمبر، يعني راح يكون فيه راح يكون البسه مختصه للمنتخبات النسويه، ولكن فيما يخص الفريق المنتخب النسوي الالف ما نظنش راحين نقدروا نلعبوا بهم، لان احنا لاكاف طلبت منا اخر اجل من اجل يعني بعت يعني تسليم كيفاش يقولوا لو موديل تاع ليكيبمون كان في شهر 20 اكتوبر. دونك الالبسه راح تكون موجوده، لكن من عند كيفاش يقولوا نوتخ فونيسور اديداس هو اللي كان عندنا شويه معاه اشكالات، ولكن نظن في المستقبل القريب والبعيد مش حيكونوا امور كما هذه ان شاء الله. لكن ملاحظه برك بين قوسين، لاول مره الاتحاديه يعني تقوم يعني في كوموند سبيسيالمون بور لي فيمينين. دونك ديجا هذا شيء نقطه كبيره، و يعني الرياضه النسويه تطور الحمد لله. اهتمام من السيد الوزير السيد حطاب لي يعني كان حاضر في المقابلات، خاصه المقابله الاولى. نظن نعم. هذا الشيء يعني يبشر بالخير ان شاء الله، انه الاتحاد والوزاره راهي قايمه يعني بالواجب ان شاء الله. هل فيه رساله خاصه يعني تبعتيها الان ولا تقوليها للجمهور اللي راه يشوف فينا؟ فيما يخص الجمهور اللي يتبع يعني الكره النسويه ولا حتى اللي ما يتبعهاش، نشكرهم على الاهتمام تاعهم، خاصه اللي راهم يتبعوا ويهتموا بالكره النسويه. لكن رسالتي راح تكون للعائلات الاولياء، بناتهم يعني ان شاء الله بيتلقوهم راح بالمشروع تاع الفيدراليه، وكذلك المديريه الفنيه الوطنيه مشروع المدارس الكرويه للبنات وللذكور، واللي راهي تراسها مع اللجنه الوطنيه للكره النسويه للبنات، وكذلك السيد عبد الكريم بن عوده اللي هو كيفاش رئيس قسم
التطوير في المديرية الفنية والمدير الفني المساعد راه يقوموا يعني بالمديرية تقوم يعني بعمل كبير لإجراء العفو لهذه العمليات راح يكونوا في شهر أواخر نوفمبر وديسمبر. نتمناو احنا لكل العائلات يعني يطلقوا يعني بناتهم بيمارسوا الكرة النسوية، لأن الكرة النسوية هي رياضة ككل الرياضات. الكرة النسوية نظن احنا في بلادنا الذهنيات تغيرت، لكن ماذا بينا تتغير إلى المسار إيجابي إن شاء الله، ونتمنى والعائلات يعني يطلقوا بناتهم في المستقبل إن شاء الله. راضية، كسؤال آخر، ما هي النقطة على 10 اللي تمديها للمنتخب الوطني النسوي لكرة القدم مقارنة مع المنتخبات الأخرى كالبرازيل ألمانيا؟ فريقنا الجزائري للبنات. نعم، لا هي نقدر نقوله بلي ما فيما يخص الدول الكبرى مثل البرازيل، أمريكا، كندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، يعني ما زلنا بعاد يعني. هل نستطيع التحصل على نقطة على 10؟ نظن ما زلنا ما نحطوش ما في نقطة، لأنه رانا بعاد. نقدر نقول قريب نوصل نقطة، لأنه بكل يعني بكل فيما يخص تكلمتي لي على الفرق المنتخبات القوية الخمسة. إيه رانا مازلنا شوية بعاد، لكن هذا الشيء اللي راح يخلينا باه نزيدو نعملوا أكثر، باه تكون عندنا يعني إمكانيات أكثر مادية بشرية، برنامج مسطر منهجية منا على 10 سنين. لكن نظن الإرادة كاينة فيما يخص الوزارة، الدولة، الاتحاد، اللاعبات، النوادي، يخص إلا الإمكانيات. بالإمكانيات يعني نقدروا نديروا المعجزات. شكرا لك راضية فرتول، مدربة المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم. نتمنى كل يعني الفوز والنجاح لفريقنا النسوي لكرة القدم. شكرا إن شاء الله. شكرا لك يا الأخت، انت تاني. شكرا.